سؤالي ما هي الوسيلة؟ وهل الوسيلة بالرسل أو الأنبياء والصالحين؟ وهل الوسيلة بالعلماء الأحياء منهم جائزة أم لا؟ الوسيلة هي طاعة الله ورسوله. قال الله جل وعلا: يا أيها آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يعني القربة إلى بطاعته. هكذا أجمع أهل العلم من التفسير على أن الوسيلة هي طاعة الله ورسوله وهي القربة إليه. أما التوسل بدعاء الأموات أو الاستغاثة بالأموات هذا شرك أكبر. أما التوسل بدعاء الحي لا بأس، يسمى وسيلة. إذا دعا لك: اللهم اغفر لفلان، قلت: يا أخي ادعو لي حي حاضر، مثل ما كان الصحابي يقول النبي: ادعو لنا يا رسول الله، فيدعو لهم عليه الصلاة والسلام، لا بأس في الحي. أما الأموات لا، لا يدعون ولا يتوسلوا بهم، بدعة من التوسل بالجاه أو بالحق في الحي والميت لا يجوز على الصحيح. ولا يدعى الميت ولا يتوسل به بعد وفاته، لا النبي ولا غيره عليه الصلاة والسلام، لأن هذا ما شرعه الله، والعبادة توقيفية، فلا يتوسل بالجاه ولا بالحق الأنبياء، ولكن يتوسل بأسماء الله وصفاته. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.